الآن أكو في أمريكا مدارس، هذه المدارس للفكر، لأنهم توجهوا إلى أن الفكر يموج أمواج، إذا تكلمت كلمة تموج الهواء موج. الآن اكتشف أن الفكر له موج، ولذا الآن أكو في أمريكا مدارس، هذه المدارس للفكر، يعني هؤلاء يفكرون ويفكرون ويقوون التفكير. المرأة في الاتحاد السوفيتي، كتبت الجرائد، مرأة في الاتحاد السوفيتي، هذه المرأة تعمل الأعمال بالفكر، أنه تحرك هذا الشيء بالفكر، بالموج الفكري. حتى أنت وأنا بإمكاننا هذا الشيء، وهو أنه يوميا تخلو بنفسك فرد 5 دقائق 4 دقائق في المدارس الفكرية، يقولون هذا الشيء. إذا تمكنت من تركيز الفكر بالفكر تتمكن أن تعمل العمل. يعني ركز فكرك في نقطة خاصة، غمض عينك في مكان خلوة، لا يكون صياح لا يكون صوت، حتى تركز فكرك في نقطة خاصة. الفكر المركز يقولون أول علامة فرد واحد جاب قدامك يمشي، ركز فكرك في أنه هذا يلتفت إلى خلفه يلتفت إلى خلفه. لكن إذا تمكنت من تركيز فكرك فالفكر أيضا له مدخلية، يعني حتى فكر المعصية، فكر المعصية له مدخلية. إنسان لازم لا يفكر حتى بالمعصية، تفكير بالمعصية ليس.